عايز شباب قال النبي وصى نصرته بالشباب نصرته بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا احنا بكل عام نجري مسابقة لأفضل مركز شبابي. هذا العام أجرينا قبل سبعة أشهر أجرينا مسابقة لأفضل مركز شبابي لعام 2018 على مستوى محافظات قطاع غزة، فكان شباب الأمة المتميز كان حاصل على المركز الأول من بين 80 مركز شبابي على مستوى قطاع غزة. نتمنى أن يحصل مركز شباب الأمة مرة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله على المركز الأول، وأن يكون من بين المتقدمين لأنه يستحق بفعل. المركز الأول لهذا العام فهو لمركز شباب الأمة من خان يونس، فقيمة الجائزة المالية 2000 دولار. وبالمناسبة شباب الأمة قد فاز أيضا في المركز الأول للعام الماضي.